حاصل حالي صفر، تعطيل في كل شيء. التعطيل يلاحق في كل شيء. ذكرت هذا؟ لأنكم قطعتم عهدا بالسحر العظيم وبالوعد العظيم. هذه في أناسي. هذه في أناسي، بدك تشوف عنوانها؟ فاسمع يرحمك الله، واسمعوا يرحمكم الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. أقبلوا على الله عز وجل سره وأسحاره في قدوس عظيمة وعبالة ساشدات في الشق اليمين الذبح في الشق الشمال والدم. لما تسمعها ماذا يحصل معك؟ تفاعل كمان بكى، تفاعل وبكى يا قوي هذا حصل البارح كمان يعني. طيب واضح، إذا في استجابة الآن بعد ما بدأت تفك عقد القلب. ركز معي. نعم. الآن نبين لك أسرار الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر جلسة صنعناها كانت مطولة خاصة بفك العقد، وأكدنا على عقد القلب والصدر. بالضبط. نعم. وكان التفاعل جهة القلب والصدر واليد. جيد، عندي بس نقطة ولو قطعتك في الوسط مشان نحل في نقطة الصدر. نعم. الصدر عملت قبل يومين، عملت الحجامة. نعم. هنا كأس أنا بالصدر. نعم. يا أخي كان في ألم وصياح غير طبيعي. طيب. المنطقة الوحيدة اللي كنت أتألم فيها هي منطقة الصدر. أنا الآن أدرس معك الحالة بالتفصيل. طيب. أنا بزيدك من المعلومات مشان يمكن أنه. أبشر، أنت من الحالات المعقدة بشهادة حالتك أنت مع الرقاة في العالم ومع اجتهادك أنت في البيت لسنوات منذ الصبا، منذ 13 سنة. كم عمرك الآن؟ 33، يعني 20 سنة من المعاناة. نعم. في اليمن وفي أمريكا، في اليمن، في المال وفي الزواج وفي كل شيء، في كل حياتي، في كل حياتي. والإشكال القوي جدا الذي أنا أريدك أن تفهمه، وهو أنك لم تكن تتجاوب مع الرقية ولا بواحد في المئة إطلاقا. إطلاقا. وإطلاقا ما صرت عند 20 واحد ما فيش فائدة. طيب أقول لك لماذا؟ تفضل. لأن القرابين التي قربت للجن والشياطين لم تكن قريبة قرب عادية، بل أنت جعل قربان للشياطين. وهذا اللي الشيخ أبونا عمله ما يقول هذا الكلام، يحصل فائدة دم وسحر العرب وقربوه قربانا للشياطين. أنا يحصل هناك فعل. طيب جيد، فأنت لما بدأت معنا العلاج هنا في البداية لم تكن هناك تأثير، لم يكن تأثير. نعم. لكن مع ذلك كنت أقول لك لكن الإصابة موجودة. بالضبط. فكنا نسلك معك كل مرة خطوة وطريقة من أجل أنها تحل هذه الشفرات. طيب أنت كنت ملزم بالسفر الرجوع إلى أمريكا، كنسلت من شان صحتي وحاجة. من أجل صحتك. نعم. يعني أخرت وأجلت الطائرة مرتين. بالضبط. لو ما أجلت مرتين ما كان يصعد هذا، وماذا سيحصل؟ سيحصل عندك إما أنك تبقى في اجتهاد، لكن اجتهادك وحدك لن يكون كاجتهاد اجتهادنا معك. أنا اجتهدت لوحدي من زمان، كنت بالزيوت والأعشاب والقرآن، وهذا ما نفع. ما نفع، لأن طاقتك كلها ما راح. لماذا؟ لأن طاقتك وحدك لا تكفي مع طاقة الجن الذي عندك، أحيانا يحتاج إلى طاقة أقوى من طاقة الإنسان، ولو كان هذا الإنسان مصاب تقي يعبد الله، والذي يساعده بده يكون على خبرة وعلى قوة، وتكون القوة طويلة ومستمرة ومتواصلة حتى تبدأ تظهر علامات المس الذي يحتاج. في البداية يقول الإنسان أنا عندي المعاناة لكنني لا أتأثر، أنا أريد فقط. بعض الناس أمنيتهم أنه يهتز أو يتكلم الجني حتى يعرف ما عنده من علة. أنا نفسي وصل هذا المرحلة. جيد، ركز معي جيدا. نعم. لماذا؟ لأنه يقول استحالة تشوف الناس تصرع وتخبط وتتكلم، لكن أنا كالحجر يعني أنا أعاني أشد منهم وأجتهد ولكن لا يتحرك في شيء. ماذا يحصل عند هذا الإنسان لما يبدأ في العلاج ويبدأ يرى تأثير؟ مثلا أنت ترى قدمك تحرك دون إرادة، تقول إذا الإصابة موجودة، وأنت في وعيك تحرك اليدين، تقول الإصابة موجودة. تبدأ عقلك يتفكر، تقول لا الثلج ما يصنع هذا، دون الثلج أتحرك، الإصابة موجودة.
تصبح تطمع وتطمح إلى ما هو فوق. لابد أن أعرف نوع الإصابة. يزيدك هذا ثباتا وصبرا ويرفع من الهمة، لأنك لا ترجع للوراء، تشعر أنك تتقدم، خاصة أنك ترى أن يصبح نفسيا تتعالج نفسيا قبل روحيا. لماذا؟ لأن ترى نفسك أنك من خطوة جيدة إلى ما هو فوق جيد. فبعدما أنا شفت يعني لماذا مرة أقول لك تعالج جسمي، في آخر مرة جلست معي في مركز آناسي لما صنعنا بالثلج، بدأنا نبدأ في فك العقد. هنا سيكون التغيير، وخاصة الجلسة الأخيرة التي جعلناها هنا في فك عقد القلب والصدر. وقلت لك أود أن تكون الجلسة أطول من هذا لساعات، قلتها لك. قلت لك لو كانت لجلسات كان الفتح يكون أعظم. طيب أكدت على عقدة، لماذا؟ قلت لك هناك من هو معقود، صح أم لا؟ وهو اللي بيحاول البارح وأنا مع أبو نعيم أمس جاءتني غفوة، أنا أمس نمت وفي شيء صعد. طيب أنا لما صعد في جاحد ثاني ضرب علي وصحاني. نعم يعني ما كل ما صعد في جاحد ثاني عرض، حتى ما يكون الغيب التامة ما يريد أحد يصعد ويتكلم. بالضبط. أنا أتيك هذا الحسن. لابد أن يعلم عند جميع الناس أن ما يصنعه المريض من خير وما حباه الله من أخلاق جبلية أو مكتسبة عنده في البدن وفي الروح أو ما يسعى فيه من طاعة، هذه الأمور لا تضيع، يستفيد منها الإنسان حتى الجان، لكن يبقى يعني أنها تتجلى هنا مشكل. حينما لأن هناك علاج نفسي خطير يوجهه المعالج تجاه المريض، يعالجه نفسيا، لا أقول بالإيحاء، إنما يعالجه نفسيا ويؤثر عليه نفسيا على الجلد الذي فيه حتى يهزه. كيف يكون هذا؟ وهذه نقطة ذكية في العلاج قلة ما يفهمها الناس. هو أنك تأتي إلى الجهة التي ترى في كل الناس فيهم خير، لكن هناك بعض الناس تجد فيهم بوادر خير في أشياء معينة، فأنت تؤكد عليها في الرقية. فحينما تبدأ تؤكد عليها مع الموعظة ومع الدعوة، خصوصا لسه تواصل معك العلاج مع فرد من الناس، تجد أن هناك تفاعل، تراها اضطراب خفيف قليل جدا، لكن ليس لك الروح القوة التي أنت تريدها. يعلم أن هناك من هناك مقبل ومقيد، هناك حتى يعني هذه العلاجات وهذه الرقية التي تصنعها والاجتهاد التي تسمعه هو له تأثير، لكن مغيب بفعل أبارسة كبار أقوى من الجن الذين أرادوا التفاعل. فلا بد الإنسان أنه يتوجه إلى فك السلاسل والعقد والأغلال. بسمع أن الرقية تشتغل على فك السلاسل والأغلال يوميا. طيب ولكن مباشرة ليسك الاستماع. لا أنا بقول أنه مش أنا ساعد يعني. لا جيد أنا نعم جيد. جيد. فلما عملنا نقطة القلب والصدر بعدها بدأت الرقية تسمع لها ويبدأ الاهتزاز والبكاء. لماذا؟ استشعار بالذنب والندم من الشياطين الكبار ولا من المكبرين؟ على أي، هناك أمران اثنان لا بد أن نقف عندهما، وفي كلاهما خير. لأن هذا البكاء مع الرقية ما كان ليكون، ما كان أصلا، ثم أن التخبط ما كان، ثم أنك تقلم على وجهك ندما ما كان، دون لا إرادة بأمر حركة لا إرادية وكذا. يعني هذه الأشياء الآن فيها تفاعل من جهة، هذه الجهة تستشعر الندم، تستشعر يعني ما صنع التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى في حقك أنت، وهذا أمر جيد سواء كانت هذه من الخدام أو كانت من الكبار، في كل خير. إذن الآن المدخل. ثم قلت شيء آخر في الرقية، تشعر بشيء كأنه غفو أو غيبوبة أو إخماع. أول مرة البارحة إذن هنا بدأ الخيط، السهام تصل إلى الموضع الذي نريده، مفهوم جيد. فماذا عليك الآن؟ عليك أنك تزيد في التشمير في هذه اليومين بإذن الله تعالى. أنا مش بقول لي يعني طيب أنا ما أقول لك إلا بعد ما أنتهي. أنا الآن أبدأ أنا أركز على هذه النقاط. أبشر تمدد نخلص من هذا. أبشر خير. أحسن الله إليك. آمين وإياكم إن شاء الله. طيب الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله تمدد رفع التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى واجمعنا معه في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وفضله، ونحمد الله جل وعلا على جوده وعطائه. فضله علينا دائم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذا كانت الأبالسة ترى أن إبليس يمن عليها بالعطاء وبالستر وبالقوة وبالجنود وبقوة الأسحار في العالم والعوالم، فنحن مع كل حالة نرى فضل الله عز وجل، ونستشعر ونستيقن ونعيش في رحاب الخير من الله، فلا شيء يعجزه سبحانه جل في علاه، وهذا بيقين. مهما على كعب السحرات يذلهم الله عز وجل باليقين، نوقن أن الشفاء من الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ونحن على يقين أن ما معنا أجل وأسمى وأقوى من كلامهم وأسحارهم ونذرهم وذبحهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله حسن الظن واليقين. والحمد لله، بدأت بفضل الله عز وجل تتجلى بوادر الخير والبشر والبركة. بدأت برحمات من الله تتجلى بفضل الله عز وجل قوى الخير، من تابت وندمت وآمنت، وهذه منة من الله عز وجل. كثير من الناس، كثير من الناس ربما يتسلل إلى قلوبهم اليأس، فلا تيأسوا من روح الله. بسم الله
يديك بجل عينيك، يديك بجل عينيك، يديك يديك على عينيك، يديك على العينين. بسم الله الله، 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 بسم الله إبراهيم فلتكن دواعي. ذاك القفل يفك ويحل، وتسكى الدماء وتطهر طاعة لله تعالى. سره واسمه وأثره في عالم الأبال سيمحى، سره واسمه وسحره في عالم الأبائس يمحى ويخفى، تبادل البدار بدار. سره واسمه وآثاره في عالم الأبائس، في كهوفها وأهرامها وجبالها وطقوسها، يمحى بإذن الله فلا يبقى، ليحيا وينعم ويغنم وليسعد بإذن الله عز وجل. البدار البدار، الأبالي ستعلم ما أقول، فأفراد من البشر جعلت أسحارهم ليست بأيدي سحرة من الإنس بحسب، وإنما بأيدي سحرة أبالسة عناظ. كيف؟ ترجع من البداية، المقاطع الأولى تكون مؤثرة أكثر، بداية الكلام. طيب. والمنام
اعلموا أن الله جل وعلا يعلم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما من همسة أو وسوسة أو إشارة كنتم أنتم أصحابها في سلب وعطب عدت عليكم عدة، والله جل وعلا يعلم سبحانه جل في علاه ما أقدمتم عليه وما جعلتم الأبدان تقدم عليه، وهذا أمر عظيم أنكم تخالطون العقول والأفهام فتكون لكم الغلبة والسيطرة فتقحمون الأبدان فيما لا تريد، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. غلبتكم الأسحار وقيدتكم وازداد البأس وازدادت الشدة بالعين والحسد، ثم تفاقمت بالعشق الحرام فكنتم على العقل جنود في خفاء تعذبون توسوسون وفي الفتنة تخوضون، والله جل وعلا يعلم، يعلم سبحانه جل في علاه ما يقع وما يحصل، والبدن في حيرة والسلوك في حيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معي جيدا، ركز معي جيدا. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب سبحانه جل في علا أن يحمد في عوالمه التي خلقها، وما من عالم إلا وربه مطلع عليه وهو الذي خلقه ولا يخفى عليه. سبحانه ما أجله وما أعظمه خلق ما لا نعلم ويخلق ما لا تعلمون، ومن خلقه الغلاظ الشداد ملائكة الله كما قال الله، وهم في السماوات وفي الأراضين وفي كل مكان مع كل الخلق. قال ربي وربكم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف عظيم: غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، مع ما حباهم الله من القوة والغلظة والشدة، لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل مشرقا ومغربا، لا يحيدون عن أمره طرفة عين، لا يخالفون أمره سبحانه ما أجل. خلقهم خلق من نور والملائكة من نور، وهم على عظمة وقوة وسرعة وأجنحة. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الحمد لله فاطر السماوات والأرض
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذا عالم هو عالم الملائكة العالم النوراني عالم جميل ورائع وبديع وطيب فجعلها الله جل وعلا خلق إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة حتى يؤذن لأهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار وظائفهم شتى منذ أن خلقهم الله تعالى. وهنا رسالة لكل إبليس رسالة لكل من له النفوذ والجنود والقوة في الأبدان وخارجها ليعلم أن الله تعالى خلق من هو أشد منه قوة انتفاضات واهتزازات لأن الرسائل حينما تصل تحركه. ألم يعلموا أن الله سبحانه هو أشد منهم قوة؟ الله خلق من هم أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. خلق الله جل وعلا عالم رسالة إلى الأبارسة وهم ينتفضون سنجلي لهم عالم به المقارنة حتى يكون مدخل بإذن الله إلى أمر طيب مبارك. الملائكة من نور وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة مع الخلق وحينما نقول خلق فأنا أؤكد على أمر الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن الجن والإنس كلفوا بالأوامر أمروا باتباع الأنبياء فحينما نخص الإنس والجن لأن الله خصهم بالعبادة والجنة والنار للإنس وللجن وهذه رسالة عقيدة نوجهها لمن تلبس بالأبدان لأنه يكون في عالم الأبالسة من يزعمون أو يعلمهم زعيمهم أن لا جنة ولا نار وأن الجنة قد تكون لنا والدنيا لنا فكل واحد على حسب ما درس وتعلم فالشبهات تكون حصون الشبهات في طريق التوفيق تكون موانع فمن أعظم ما يحول بين العبد وربه هي الشبهات وقد تكون أقوى من الشهوات لأن الشبهات قد تبنى على فهم وتصبح معتقد ويكافح ويناضل ويقاتل من أجلها الفرد ظاناً أنها النجاة وأنها الشهادة وأنها الجنة وهنا يكون التخريب الفكري والتطرف الفكري والاعوجاج الفكري حتى عند الجن لأن هذه منظومات نفسية وسلوكية وإشارات عقلية دماغية وعصبية وحسية وسلوكية وعملية وتعبدية مع الخالق سبحانه ومع الناس لا بد أن تزال بإذن الله عز وجل. فأول ما نشير إليه بتوفيق الله تعالى هو الملائكة
وهذا اللفظ عليه هيبة عند الخلق جميعا، سواء كانوا مسلمين أو كفار، كانوا إنس أو كانوا جان. لا بد أن نعرف أن الله تعالى ركب في الحروف وفي الجمل وفي المخلوقات والدلالات القرآنية ما يعد بالحالة والطاقة والقوة والتأثير الروحي. لو أنك تكرر مثلا وأزلفت الجنة للمتقين وتكررها تجد عجبا في النفس، ولو أنك تكرر مثلا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم تجد تأثيرا عجيبا. لو أنك تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون تكررها كثيرا والتأمل تجد تأثيرا عجيبا. وجعل الله تعالى في القرآن أسرار تبقى في الخير إلى قيام الساعة، تصل إليها الآن، يصل لها بعض، تصل إليها غيرك الآن، من بعدك، حتى يبقى هذا الحبل المتين لا ينقطع سره وأسراره وخيره حتى يأخذ الله جل وعلا البرية. خلق الله تعالى القرآن، خلق الله جل وعلا الخلق ليكونوا أحرارا من كل الأكدار، فجعل المخلص بعده ونبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، وكلام الله القرآن ليس بمخلوق، هذا كلام الله عز وجل. وعلى قدر الفهم يكون العطاء، وعلى قدر القرب يكون العطاء. الأبالسة كذلك على قدر قربهم يكون العطاء من إبليس، وعلى قدر فهمهم للسحر يكون عطاؤهم من إبليس. وحتى يأخذوا عطاء طيبا نقيا صافيا من الله ثم من ملائكة الله ثم من أنوار القرآن لا بد من الفهم، وهنا تكمن وهنا السر. أنت حينما تحارب التيجان والصولجان والمماليك الكبار والأبالس الأشداء الغلاظ بقوة اندفاع وضرب فقط قد تضعف وقد تصيب وقد تخطئ ويبقى الأمر سجال، لأن قبل أن تكون الحرب حرب قوة فهي حرب معتقد. أي نعم، خاصة مع الأبالس تحتاج فيها إلى جهد، إلى قوة، إلى ضربات، لكن حينما تبين وتصل بالقوة النقطة تفكها بفضل، تحتاج فيها إلى قوة فيكون تأثيرها بالغ وجلي ظاهر بفضل الله تعالى. وهم يسمعون الآن، وأنا أيما أقول أنهم يسمعون الآن. نحن في العلاج الآن تقريبا أسبوعين، ولو أنه تعجل الأمر ورجع لرجع بخفي حنين، وهذا وجب أن يعلم، لأن الأمراض العضوية منها ما هو مستعصٍ ويحتاج إلى جلسات، قد تحتاج إلى جلسات خطيرة جدا، نعوذ بالله من سيء الأسقام، نسأل الله الشفاء لكل العيال والأمراض لنا وللمسلمين والمسلمات إنسا وجنا. فلا بد أن يحيلك الطبيب الحاذق على برامج علاجية عاجلة، وإذا أردت الشفاء التام فما عليك إلا أن تخضع إلى ما يقوله الطبيب. إذا أردت الشفاء التام ما عليك إلا أن تتبع ما يمليه عليك الطبيب.
وقد تتضارب أحوال الأطباء مع كفاءاتهم وخبراتهم ومع ما عندهم من علوم تتفق عليها كل المنظومات الصحية العالمية، لكن تبقى الخبرة من طبيب إلى طبيب هي التي تعطيك التقديم والتأخير في البرنامج، وأنت ترجو علاجا شافيا كافيا، وقد تتضارب عندك آراء الأطباء، ومع ذلك أنت تبحث عن سبل الربط حتى تخلص من علة الداء. علي. فتصبح أنت في برنامج مع طبيب وفي برنامج مع طبيب، أو تجرب هذا الطبيب فترة فتنتقل إلى هذا الفترة. طيب جيد. وقد تجد أن مجموعة من الأطباء سلكوا معك مسلك العلم والطب والدواء، لكن العلة لم تتجاوب معه. أكيد أنك تعاني، فكيف الطبيب يقول لك ما عندك علة؟ هذا تقصيه وتنفيه أصلا. أو أنك تأتي بالعلة لكن يتجاوب معك مع روحيا ونفسيا ويستشعر علتك لكن ما يصل إلى حقيقتها أصلا، تنفيه أصلا. آخر يستشعر العلة ويصل إليها فيطيل معك البحث والسير، تجد نفسك أخذت وقتا ولم تصل إلى نوع التشخيص الحقيقي ولم تنتفع أصلا، وهكذا ضاعت أعوام حتى بلغت 20 سنة من البحث في العلاج. ثم تأتي إلى طبيب فيقول لك إن المعضلات تتجلى في كيت وكيت 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 بناء على كيت وكيت وكيت وكيت، فإذا أردنا الوصول إلى حقيقة الداء نحتاج إلى كيت وكيت وكيت وكيت. وأنت تستمع إليه بداية إما أنك تحسن به ظن، أو أنك بين أو أنك تأخذ كما أخذت سلفه من قبله على سبيل التجربة، تقول ماذا سأخسر، خلاص جاء الشفاء لم يأتي لا مناص، لا ليس عندي يعني خيار. بعد بدء العلاج والمواصلة في الضربات بتوفيق رب الأرض والسماوات تبدأ تفتح الأسرار التي لم تفتح من قبل، وتبدأ تتجلى أنواع العلل من الاضطرابات في الجوارح والأنفاس ودقات القلب في اليمين وفي الشمال. وهذا الطبيب مع كل جلسة يذكر لك أنك وصلت إلى كذا وتنتهي بكذا، وجب عليك أن تصنع كذا، وسنبدأ بكذا وسننتهي بكذا بإذن الله، فيكون الأمر كما وصف لك الطبيب. تذهب فإذا بالتأثير يتجلى أكثر من قبل، ففي كل خطوة يتجلى أكثر مما كان ويصبح ظاهر جلي أكثر مما كان، فيصبح يعطيك دروسا حتى تصبح أنت فقيها ضد نفسك، وفي نفس الوقت هو يعالجك بفضل الله سبحانه وتعالى. فيرى هذا الطبيب أن هذه العلة التي فيك هي علة شركية شيطانية إبليسية سحرية قوية، منظومتها منظومة أبارس ودماء، قربت فيها قرابين، وقربت أنت قربانا، وكان الساحر ساحرا عليما أكثر من الأسحار، فحينما لازمت الأبدان لهذا أنت تركع تسجد تصلي تصدق، يقع عليك من يقرأ، لا تأثر لا تتكلم لأن لها حصون ولها قوة. فبدأ هذا المعالج يسلك معك مسلكا حتى تسير إلى بفضل الله تعالى بداية التأثير، تأثرت، وإلى الندم وإلى البكاء وإلى الكلام والاعتراف التام. فرأى أن هذه العقد لا بد أنها تدك ولا بد أنها تحل، فبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في آخر جلسة
في مسألة فك عقد القلب والصدر وأطم فيها النفس. هذه الجلسة وقلت كان لو كان عندي وقت لكانت أطول، لأني رأيت التأثير العجيب الذي حصل فيها، التأثير الذي كان على القلب والصدر. بعدها بفضل الله تعالى، قبلها كانت موعظة في المركز الآخر هي التي كنا نستمع إلى جزء منها. هذه الموعظة كانت خاصة بالأبالس الذين عالمهم عالم الكفر والسحر، وجعلوا روحه وأنفاسه وقلبه وقالبه وآثاره في عالم الأبالس السحري. فلا بد أن نفهم هذا موجود، ولهذا بعض الناس من كثرة أسحارهم لا يتأثرون، حيثما وجهوا لا يأتوا بخير. أريدكم تفهموا هذا القاعدة، من كثرة أسحارهم لا يوفقوا أبدا لخير، ومن كثرة أسحارهم لا يتأثرون تأثرا بالغا أو تستجيب الجن الشياطين. المنظومة هنا هي أن جسدك، هذه الكتلة التي أنت جسدك يعني وزنك، بداخله ما هو أعظم منك وأشد. أي نعم، ما هو أعظم وأشد. مثلا أحد الأخوات تقول لي قبل يومين ثلاثة أيام، وهذه قاعدة موجودة، بعض الناس إذا صرعوا حتى كم أطفال وصاروا في غيبوبة يصبح ثقيل، كأنه ثقيل جدا لا يحركه إنسان، وهذه تعطيك دلالة يكون تكون امرأة عجوز. فلما كثقال لما كتصرع تولي ثقيلة، أولاد اللي صغير لما كيتصرع كيولي ثقيل، توتز ناعس تحس بحال هو انتهز سبحان الله شي حاجة ثقيلة. هذا غير مثال بسيط. أنت الآن تمشي فوق الأرض عادي جدا، وقد تجعلك الجن خفة، تجعلك خفة وحركة وتنقل وسرعة، قمرة كبيرة وشافوا فيك التنقل بحال فيها تستيح كتجري هنا وتجري هنا، والرجل كذلك. ولكن سبحان الله إذا نام حركته كأنه ثقيل جدا. أعطيك إشارات فقط لتعلم أن مفاهيم الجن والشياطين تختلف، وأن الأبالس لهم قوة عظيمة جدا داخل الأبدان، لكن الله عز وجل أخفاها عنا رحمة بنا، ولهم أسرار عظيمة جدا تحيط بالأبدان وداخل الأبدان أخفاها الله عنا رحمة بنا. ولكن في أشياء علينا نحن أن نجتهد لنكتشفها. فأحيانا أقولها وأكررها، الإنسان عليه أن يبحث في جسده داخليا وخارجيا. فهموا كلامي جيدا، إنسان أحيانا قد أخذ خدش على الجلد ولا يراه عاديا، بقع تتغير من جهة إلى جهة في الجلد، يراها أمر عادي، يرى كأنها ثقوب في الجلد ويظن كأنها عادي. أحيانا كأنه بهاق أو برص، يكون نقاط بسيطة تعطي آثار أو تعطي رموز، يرى أنها أمر عادي. يرى أحيانا خطوط أو جروح تأتي فجأة، يرى كأنها أمر عادي. أحيانا يرى حركة دبيب أو ثقل في جهة دون جهة، يرى كأنها. وهذه العوالم تتحرك داخليا وخارجيا بأسحار الصحارة في البدن، أحيطت بهذا الجسد ويرى أنها أمر عادي. وبالتالي تصبح هذا الجسد حتى وإن كان موفقا في الخيرات، تصبح أن الجن تريد أن تتكالب عليه، وتريد أن تنقض عليه، وتريد أن تبقى تحيط به على الهالك الهموم والأحزان وعدم التوفيق، حتى وإن كان موفقا في جهات، لأن العين لها سرعة اختراق، والحسد والأنفس خبيثة والصحراء، ناهيك إن كانت هناك شياطين وأبس جاءت بالحسد والسحر. وهذا الأمر وجب أن يعلم يرحمكم الله. ولهذا جاء الشارع، جاءت الشريعة الغراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج. قبل أن نعرف عالم أسرار الأبالس والشياطين الماسون وكذا، جاء بالنفس على جسد قبل النوم. تكفي هذه، لو وجد لو الآن بحثت فيها وعطلت فيها النفس لاستخرجت منها فوائد كثيرة جدا لما يسمى بالساحر خارج البدن. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم هو الطبيب صلوات ربي وسلامه عليه. الإنسان الذي يلتزم السنة
يحصن نفسه من أشياء عجيبة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد علينا إذا قمنا من فراش ورجعنا أن ننفضه. هنا صيغة عجيب كيف تأتي جن الشياطين قبل الهوام والديدان والحشرات والمخلوقات هذه السامة. هناك أشياء أرواح تشارك الفراش. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك إشارات أنت إذا التزمت بها سبحان ربي العظيم إذا التزمت بها فإن والله يبتغى فيها عجبا. النفس أكد عليه صلى الله عليه وسلم قبل النوم أن يجمع الإنسان كفيه وأن يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح ما استطاع من جسده، إن استطاع على جلده وصدره ولحمه يباشر الجلد الجد أفضل ما استطاع من خارج الثياب التي سينام عليها تبقى محصنة تحصين نبوي رباني نوراني. ومعها يقرأ آية الكرسي ويقرأ آخر سورة المائدة، وإن استطاع ألا يغفل على أن يسبح 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 34 فهذا خير له من خادم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وعائشة رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فتجد أن هناك أسرار. المهم الشاهد عندي في مسألة حينما تكون الحالة معقدة، حينما تكون الحالة معقدة اعلم يرحمك الله أنها ترجع لسببين اثنين. الأول صحة البدن وصحة خارج البدن. وحينما تكون نفسيتك في عوالم الجن والشياطين والأبالسة مقيدة ماشي الروح هم اللي غيتحكموا فيها. يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وإنما هم يعذبونها بمعنى حتى وإن طابت بذكر الله فلا بد أن تهجم عليها الأكذار وتهجم عليها الخطوب، تهجم عليها المتاعب والمشاكل، تهجم عليها الأشياء التي تصرفها حتى عن وجهها التي وفق فيها بعلو الهمة وحسن السير. فالشياطين لها التصاق عجيب بعالم الإنس، بل يتقود عالم الإنس في أحوال كثيرة جدا. فالإنسان الطيب مثلا قد يكون إنسان موفقا، لكن يكون التوفيق من جهة من يقاربه ويلازمه ومن يلاصقه، يكون هناك الكدر وهناك أشياء تأتيه من عالم الجن. الجن بسحرها لها طبع تقيس العقل وتقيس كذلك الهمة، تقيس الذكاء، تقيس تبحث لك عن المدخل. هي تبحث لك عن، أنا أتكلم عن الأبالسة، تبحث لك عن المدخل، فتجعل عرشها على بدنك فتنظر إلى جارحة من جوارحك أيها أسلم لها وأنفع وأعظم لها فتضع فيها رحلها. الدماغ هذا لا نتكلم عنه خلاص يقيد، لكن تأتي إلى أمر آخر إما العينين كالتهييج والشهوة والتأثير في الآخر، أو تأتي إلى القلب من العشق أو الجفاء والخواء، أو تأتي إلى العورة إلى المبايض والسوءة عند الذكر أو الأنثى كي تسلبك تعطبك، تجعل أشياء كثيرة جدا، تجعل لها كذلك الحصون على اليمين وعلى الشمال. الناس ترى أن البدن لا يتأثر، لماذا لا يتأثر؟ لأن واقع الجن والأبالسة الذين وكلوا الشياطين الكبار والأبالسة الكبار بالطقوس التي كانت خارج البدن وبالطقوس التي داخل البدن أصبحت هناك عقد كثيرة جدا، أصبحت عقد كثيرة جدا. حتى الجن الذي يحتاج إلى يريد أن يكون هينا لينا سهلا يكون موفقا مباركا أو ربما لان قلبه دمعت عينه ولو سرا ولم يظهر ذلك على بدن المريض. فكثير من المرضى تعتريهم حالة خشوع فجأة إذا سمعوا القرآن مع آيات، أو تعتريهم حالات يعني وجل وخلوة أو تذكر أو ندم أو استشعار توبة أو ثقل إلى مغفرة، تأتيهم تهجم عليهم هذه
خاصة إذا كانوا سواء برسائل مباشرة أو غير مباشرة أو تأتيهم عند سماع الذكر أو القرآن، فيجد نفسه حتى وإن كان يقع في زلة الشهوات أو كان في محل الفتن، لكن حينما يتوجه إلى هذا المقام يجد نفسه يتمنى أنه يبقى فيه وأنه يواصل السير عليه. فهنا يتجلى لك أن ثمة حقيقة نفس وروح فيك وفي من يختفي فيك، فلا بد أنك تعلم أن فيك طاقة خير وفيك طاقة إيجابية، وأن أصلك الذي تسير عليه هو ذاك أنك أن إنسان طيب، وأنك تحب الله سبحانه وتعالى، وأنك تريد وجه الله والدار الآخرة، وأن الذي فيك قد يكون قد تأثر بأخلاقك وهو يسير بسيرك ويريدك أن تسير في هذا السير، لكن حتى هو لا يوفق دائما، لأن الأصل هو أنك تكون فيك المشاكسة وفيك عدم التوفيق، عدم وضوح في السير والثبات عليه في الصراط، فتبقى دائما تحيد هنا وتحيد هنا. أنت بينما أعطاك الله من صلاح الظاهر من صلاح الباطن أو حتى الظاهري، لكن هناك من يريد أن يجعلك في غير ذلك، فإذا خلوت ربما أذنبت، وربما إذا سرت في الدنيا ربما سقطت وتعثرت، وهكذا تبقى هذه السيرورة ليست على نور دائم. وهناك من يريد أن يكون معك على الحق والخير لكن يحاول جاهدا فما يستطيع، فلا بد أن تلتقط هذه الإشارة وأن تجعل لك بفضل الله عز وجل رغم أنفك، لأن سيشغلونك وسينسونك وسيلهونك وسيتعبونك وبيفتحونك أمر الدنيا والهموم والأحزان والأكثر، لكن جعلها جانبا وحاول أن تركز على ما يعود عليك بالنفع. قد يشغلونك بأشياء أخرى من باب أنهم يأتونك بالمفضول على يأتونك بأشياء دون الأشياء التي لها وقع وتأثير في حالتك، فلا بد أن يكون عندنا فقه في تقديم الأولويات. فهنا لا بد أن تستمع، لهذا لا بد أن يكون عندك شيخ أو يكون عندك معالج يرشدك بإذن الله عز وجل، من تستشير معه في الصغيرة والكبيرة، لأن للجن والأبالسة حيل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كونوا على يقين. لهم خطط، لهم أحوال، كم من أناس يفتحون عليهم أمر الدنيا لأنهم يعلمون أن الدنيا قد يتكالبون عليها في التجارات في السفر، أو يفتحون عليه أب المصائب والمشاكل حتى يعجزون ويثبطون. هناك بعض الناس بالفرح ينشغلون عن الله، وهناك أناس بالحزن ينشغلون عن الله. هناك بعض النفوس الجن تفهم هذا، هناك إذا حزن ثقلت نفسه عن السير إلى الله، والعكس هناك من إذا طار فرحا وجاءته الخيرات نسى أمر الله سبحان الله، وهناك من هو دائما مع الله جل في علاه، وهناك من يحتاج إلى يكون بين. فالجن والشياطين الأبائس الكبار تعلم هذا، فقد تقذف في قلبك الفرح وتأتيك بأشياء تطير فرحا حتى تشغلك في ظرفية تعقد عليها وتنفث وتسحر من جديد، أو أنها تشغلك بالإحزان فتجعل هذا الوقت محل عقد وربط من جديد وأنت في هذا. لهذا جاء النبي ألا نفرح كثيرا وألا نحزن كثيرا، وحتى جاء من علامات المس المتوارثة عند الجن والشياطين الفرح الكثير والحزن الكثير، فالوسط بفضل الله هو الخير بفضل الله عز وجل. ولهذا الإنسان عليه دائما إذا كان عنده ما يسمى بالأباس الكبار أن يعلم أنه منصور بفضل الله وأنه سوف يغلبهم بإذن الله، لكن إذا واصل السير بتوفيق الله سبحانه جل في علاه. أكدنا على القلب وأكدنا على الصدر، فبدأت تفك وتحل بفضل الله تعالى. بعدها بدأت هناك من يدمع وهناك من يولول أو هناك من يضرب على الوجه، بداية استشعار الندم، والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل الله الحي القيوم أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. وجب أن أبين أمرا ونعض عليه بالنواجد، إن من أعظم أسباب العلاج، وهذه قاعدة،
إن من أعظم أسباب العلاج وإن من أعظم أوقات العلاج إذا كانت الشياطين معظم أحوالها وكفرها وسحرها بالليل والظلام فإن من أجل الأوقات وهي استشعار المعية في الظلمات والخلوات في الظلمات والخلوات استشعار المعية بكثرة الصلوات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة التلاوات بفضل الله عز وجل ولو لوقت ولو لأوقات متقطعة والإنسان إذا خلا في ظلمات الليل والجن معه ولكن نحتاج إلى رياضة ما هي هذه الرياضة؟ وهي قبل أن تبدأ فلا بد من أنك تجمع النية والنية هذه هي المطلب العظيم والأمر العظيم أن الإنسان إذا جمع وعقد النية وجلس في مجلس في الظلام وخلى بربه يذكر ربه سبحانه وتعالى الاتصال مع الله نعلمه أنا أتكلم عن اتصال آخر الآن لا أريد أن نفقهكم ونبين الآن الاتصال مع الله عز وجل وفضله والفضل قيام الليل والخلوات والخلوة بالذكر والدمع أنا أريد أن أشير مخرج آخر مدخل آخر وهو كيف تتغلب عليهم نفسيا وروحيا فقد يجلس الإنسان في هذا المجلس ويكون نذاك كل ليلة لكن لا يؤثر عليهم لا يؤثر عليهم لأنه لم يتعلم كيف يربط العقل والقلب والجوارح بسهام تصل إلى سويداء الأبارس الكبار سواء في البدن أو حوله فيضيع جهدا بحسن العمل وحسن النية هذا هو الرياضة هذا أمر وجب أن نعلمه للناس كتلقاه كيجتهد كيجتهد كينوض كيتوضى كيصلي كيحب الله كيجلس ولكن شتان بين واحد أعرف كيفاش يوصل الرسالة وبين واحد الجن كتغلب عليه خلته ناض وريح عادي اذكر الله عادي ناض عادي فهمت كيف فجمع النية وحسن طريقة وحسن خطوات السير هذا قاتل ولا يضيع هذا الجهد الذي قمت به ووفقت فيه بتوفيق الله تعالى فلا بد أن يتعلم الإنسان ويجب أن يعلم الناس بفضل الله تعالى لأن حينما تتعلم هذا ستساعد حتى الجن كأنك تفيقه فيق المسلم هي حتى هي حتى لابد أن تكون حتى أنت في المقام بفضل الله الكافر الذي هو نائم أو على حصون قم إننا في حرب الآن أنا وأنت في حرب ليس معنى أن أذكر الله تعالى وأنت ناعس نايم في مكانك حتى أن انتهي وتقول الآن انتهيت مع ربك الآن أنا مع ربي الشيطان هو تصبح أنت لك وقت ولا وقت الضحية أنت أنت لك الأجر والثواب لكن التعطيل عليك والله تعالى ما جعلك ما خلق لكم عليك التعطيل وهذا الجهد الذي أخذته سبب في العلاج فلا بد أن يكون سبب في العلاج بفضل أجر وعلاج بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا يرجع إلى طريقة الطريقة التي بها تجلس بها تستحضر نية بها تخرج الأبيس الكبار حتى يكونوا في معك في مجلسك الذي أصلا معك في بدنك أو حولك لأنهم معك اسمع جيدا هم معك في بدنك هم معك حول بدنك حيث محلت وارتحلت والجن المسلم قد يكون يريد أن يكون مخلصا لكن قيدوه فحينما أنت تجمع أمورا وهذه ليس من الشركيات ولا من البدع ولا من الخزعبلات لكنها أمور نفسية بفضل الله تعالى هي أمور روحية بفضل الله جل وعلا هي أمور علاجية مباحة بفضل الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يفقهها الناس حتى لا يضيع جهدهم ويصلوا إلى العلاج في أسهل بأيسر طريقة أو في أقرب وقت بفضل الله سبحانه وتعالى الجين تريد هذا فتكون تلك الأوقات الصحار والظلام الليل سواء في أول وسط وآخره جرية عظيمة لفك عقدها وسلاسلها وأغلالها وقوية في إبطال الأسحار بإذن الله عز وجل وكذلك بفضل الله تعالى حتى تفك تلك
الرموز التي على ظهرك وعلى صدرك وعلى بطنك وفخذك وأنت لا تعلم، وتلك الهالة التي على عينيك، وربما ذاك السواد الذي بدأ يعتري يعني حتى وجنتيك وجبينك، أو ربما تلك الأصحاب التي ربما رسمت على عقلك وفكرك، وذاك الاضطراب الذي جاي يضيق به صدرك وقلبك، وذاك المحق الذي كتب على يدك وقدمك وأنت لا تعلم بعالم الشياطين الكبار. ففهم إن هذه آثار تبقى تشمها الجن والشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننام على آثارنا، يعني رائحة الطعام واللحم، فتأتي الجن فتلعق، فتلجي اسمع أشياء يذكرها محمد بن عبد الله حينما تطالع تفهم، يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشياء لو قالها الإنسان العادي وعادي صحيحة، فأشياء بالشيء يذكر. وكذلك النوم على جنابة، هذا تحبه الجن والشياطين، ولهذا حث على الوضوء قبل النوم. حينما تكلم عن الأبالسة، إن صراعك مع الأبالسة ليس صراعا مع الجني العادي، وقد يكون الجني العادي يقويه تقوي أصحاب، فمنظومة إبليس قوي وتقويه أصحاب، ومنظومة قوية جدا. إذن لا بد أن تؤخذ الأمور، وتحتاج أن أقولها، كثير من الناس يحتاجون إلى مجموعة يكون فيها التواصي بالحق والصبر. الوصول إلى ذكي حصون الأبالس يحتاج إلى منظومة وقاعدة شرعية نبوية، وتواصل بالحق والصبر. لا بد من التواصي بالحق والصبر، ولا بد أن يجدوا على الحق أعوانا، ولو في جوف الليل قمي نذكر الله عز وجل، يعني ولو تكون هناك اتصال، والإنسان يبقى في الآن يستغل، وهذه الوسائل التي يعني موجودة ومجانية عبر الإنترنت، لا بد أن تكون جالسة وتقول يا أتذكر انتهيت ذكرت صليت بماذا شعرت، حتى يمضي الليل وقد مضى بفضل الله بالإيجابية. تصحيح النيات هذا أعظم شيء قبل بدء الطاعات والصلوات، لأن بها بفضل الله تعالى كما قلت أنك تخرجهم من الظلمات، تخرجهم من الشركيات والكفر، تخرجهم من الجحور ومن الحصون. قد تكون الجنية على عينيك وأنت لا تعلم، وقد تكون على قلبك وأنت لا تعلم، وقد تكون على عورتك وأنت لا تعلم، قد يكون عن يمينك وشمالك وأنت لا تعلم، قد يكون في بيتك ويؤذيك وأنت لا تعلم، سره لا زال مبهم غير 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 جلي غير ظاهر وأنت لا تعلم. المهم رسالة الأولى، وهذه رسالة مقصودة في هذا المجلس الطيب المبارك، إلى من يستمعون الآن معنا في هذا البدن الطيب، إلى من دمعت أعينهم وخشعت قلوبهم وانتفضت وارتعدت أيديهم، أسأل الله تعالى لي ولكم دوام الفضل والخير، وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أسأل الله عز وجل أن تفك العقد التي على الدماغ والنخاع الشوكي وفقرات الظهر وعلى العصعص، أن تفك التي على القفص الصدري وعلى القلب وعلى العظام والمفاصل والأعصاب والدماء والعروق والأوردة، أسأل الله تعالى أن تفك التي على الأبصار وعلى العينين وعلى الشفتين وعلى الخدين وعلى الذقن واللسان والكلام والخيشوم والجفنين، أسأل الله أن تفك التي على الصبغين وعلى الناصية والقافية وعلى الرأس وفروة الرأس والشعر، أسأل الله أن تفك التي على باطن القدم وباطن الكف، أسأل الله تعالى أن تفك في كل الجوارح الأسحار الإبليسية الظلامية، وكذلك التي في نهار، أسأل الله تعالى أن تفك وأن تحل وأن تمحى. فيا باغي الخير أقبل أيتها الجنية النصرانية واليهودية والماسونية والشكية، أقبلي على الله وأبطلي كل سحر طاعة لله جل وعلا، أقبلي على الله وفكيها طاعة لله. معاشر الجن والشياطين والأبالسة الكبار، اتقوا الله وأجملوا في الطلب وواصلوا السيرة برحمة الله تعالى، واعلموا أن ربا رحيما كريما غنيا سبحانه وتعالى يحب من يقبل عليه فيعطي عطاء عظيما، وهو الله. تأمل في كلام الله عز وجل، هو الله الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد.
الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. فالحمد لله الذي حبانا بالفضل والجود والخير ومن علينا به، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكره وطاعته وحسن عبادته، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه. أسأله شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر داء ولا علة ولا سقما. أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرنا إنسا وجنا، وأن يشفينا بشفائه وأن يداوينا بدوائه. ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. 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 لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إليكم معشر الجن والشياطين، نواصل السير طاعة لرب العالمين. فجلوا الخير ترحموا يرحمكم الله، جلوا 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 الخير ترحموا يرحمكم الله. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. كما جل الله جل وعلا: وجليتم بما جئتم به من لين ورحمة دمعا وعبرة، فتعالوا إلى الله عز وجل حتى تصفو الفطرة وتعلو الهمة، ونكون بإذن الله جميعا على الحق أعوانا كما أرشد الله وبين. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكونوا عباد الله إخوانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. واصل السير واصل السير طاعة لله، فلا حقد ولا غل ولا نفس خبيثة ولا حسد ولا أسرار تبقى. واصل السير بإذن الله يقظة ومناما، ونواصل السير بضربات بفضل الله على من كانوا أركان كفر حتى يأتوا إلى الله، لتكون بإذن أيديهم بفضل الله عز وجل سلما. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، والحمد لله رب العالمين. وكفى الله المؤمنين القتال، والحمد لله رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله، والحمد لله رب العالمين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، سبحانك لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفوا لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد هذه الموعظة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، بعدها بإذن الله تعالى يتحول إلى رقية خاصة بفضل الله عز وجل، بمواصلة فك العقد والأغلال على العينين والصدر والقلب والعورات واليدين والقدمين، حتى تفك وتحل بإذن الله. كل من كلموا وظلموا تحل قيودهم بإذن الله تعالى، للوصول إلى الأشداء الأقوياء الذين كانوا هم رأسا وكانوا سيفا، فنحروا راحته وسعادته
أي نعم كانوا دائما على وريده، يتعذب يترنح دائما يذبح. فنسأل الله لهم الهداية، وأن يكونوا بإذن الله من اليوم شفاء وفضلا وخيرا عليه وعلى من معه من الجان. إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، والحمد لله رب العالمين. طيب نوض دام إن شاء الله أذكر لك الرقية بإذن الله، نواصل العقد بإذن الله.